اليمن في مفترق طرق. تحت هذا العنوان عقد المركز العربي البريطاني للدراسات الاستراتيجية والتنمية مؤتمرا في جنيف ضم شخصيات يمنية بارزة بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وبحضور العشرات من السياسيين والباحثين ونشطاء المجتمع المدني. المؤتمر تمحور حول الأوضاع الكارثية في اليمن نتيجة الانقلاب على الشرعية وفي ظل استمرار عدم انصياع الحوثي وصالح لأي حلول سياسية، حيث ابتدأ المؤتمر بتشخيص الوضع الكارثي وتبعاته على التنمية والإنسان. الاحتفال بالثورة هذا العام سيكون مختلف لأنه سيكون تعبير عن رفض لعودة النظام الإمام الذي يمثل الانقلاب الحوثي. في نفس الوقت أنا أعتقد بأن الانتصارات التي تحققت حتى الآن بجهود وتضحية اليمنيين ومعهم أشقائهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقول بأن اليمن ستسير إلى السلام واستعادة الدولة ودحر هذا الانقلاب الذي يتقلص وجوده يوما وراء آخر. واستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه الشرعية وجهود الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لشكل الدولة في ظل انسداد الأفق. ورفع المؤتمر توصيات إلى المجتمع الدولي تنص على ضرورة التعمق بجذور الأزمة والاستدلال بنتائج التهاون في تطبيق القرارات الأممية والتي أودت بدورها إلى إطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية. وجاء مؤتمر جنيف بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجمهورية اليمنية 55 وفي ظل انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. ما كان لي كوزير خارجية عددا من النشاطات واللقاءات التي تمت على هامش حضور الجمعية مع عدد من وزراء الخارجية في العالم، مع المبعوث الأممي، مع وكيل الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، مع عدد كبير جدا من وزراء الخارجية ومن منظمات الأمم المتحدة. عرضنا في هذه اللقاءات ما الأزمة اليمنية وتطوراتها وجهود الحكومة اليمنية من أجل إعادة السلام والأمن والاستقرار، موافقتنا على مقترحات المبعوث الأممي ورفض الانقلابيين لهذه المقترحات. وأعتقد أن موقف الحكومة اليمنية يحظى بتقدير عالي جدا بأنها فعلا حريصة على السلام في اليمن وحريصة على الالتزام بكل متطلبات السلام، وأن الإشكالية الحقيقية هي لدى الانقلابيين الذين لا زالوا حتى الآن يرفضوا السلام ويرفضوا مجرد اللقاء مع المبعوث الأممي أو الانصياع لمتطلبات السلام. تحديات الماضي والحاضر ورؤى المستقبل مواضيع بحثها المؤتمرون هنا بتزامن مع ذكرى 55 لانطلاق الثورة اليمنية المجيدة. نايف نوفل، الإخبارية، جنيف.